بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الآبدين ولا دهر الدهرين كلها آمين. نتابع مع بعض سلسلة الردود على البدع والخرطقات والردود الخاصة على الشبهات حول الكتاب المقدس، وبدأنا بأكثر سفر تعرض للهجوم من غير المؤمنين هو سفر نشيد الأناشيد. والنهاردة الحلقة 17 وفي الأصحاح الخامس. ألخص الأصحاحات الأربعة بسرعة عشان نقدر نتابع الأفكار مع بعض. الأصحاح الأول كان إعلان الله المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس عن ذاته، وأن النفس البشرية أو الإنسان خلقه الله على صورته، لكن الإنسان سقط فاحتاج الإنسان أن هو يستعيد الصورة الإلهية التي خلقها الله عليها. شوفنا في الأصحاح الثاني جاء الابن الأقنوم الثاني في الثالوث وجاء وأخذ طبيعتنا البشرية وسمى بهذه الطبيعة، وزي ما قال الكنيسة بتقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، وسمى بهذه الطبيعة بهذا الجسد اللي أخذه من العذراء وحمل كل عقوبات الخطية في جسده، ومات الابن على الصليب زي ما شفنا في الأصحاح الثالث. الأصحاح الرابع بدأنا نشوف أن المسيح اللي مات على الصليب، المسيح اللي جه من السماء، المسيح أعطى النفس البشرية عطايا وأعطى أن احنا نحيا مرة أخرى ونعيش مرة أخرى، جدد طبيعتنا، أراد أن يجدد الإنسان ورده رتبته الأولى، فردنا وكان تدبيره أن هو أن احنا نتولد ولادة جديدة أو نتخلق خلقة جديدة من خلال ولادتنا في المعمودية. وشفنا الكلام ده كان واضح في الأصحاح الرابع. في الأصحاح الرابع بعد ما شفنا التجديد الذي تم بالمعمودية شفنا أعطاء الروح القدس للإنسان، أعطاء الروح القدس للإنسان، والروح القدس بدأ يثمر ثمار الروح القدس اللي احنا شفناها في الأصحاح الرابع. في الأصحاح الرابع شفنا حديث المسيح أو حديث العريس مع النفس عن النفس البشرية، ورأها كده وإذ هي كده جميلة جدا كده، أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، وشاف هذه النفس هي جميلة جدا. ختم الأصحاح الرابع بالعبارة أنا ما ركزتش عليها لأني كنت يعني هتكلم عنها مع الأصحاح الخامس، اللي هي استيقظي أصحاح أربعة من عدد 16. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. دي العبارة اللي بس قالتها العروس، وبتكمل عروس النشيد في الأصحاح اللي بعديه أصحاح خمسة، قد دخلت جنتي، بيكمل العريس، قد دخلت يا جنتي يا أخت العروس. هي دعت العريس إن هو يدخل إلى هذه الجنة، يدخل إلى حياتها لكي ما يراها ويشوفها هي إيه. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هب على جنتي فتقطر أطيابها، يأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. أنا فسرتها المرة اللي فاتت لكن هرجع كمان أعيد التفسير مرة أخرى وأتوسع فيه شوية عشان نقدر نفهم كمان الأصحاح الخامس. فبيقول للعريس إن هي دعته إنه يدخل إليها دعوة، فاستجاب العريس لهذه الدعوة فقال كده، قد دخلت جنتي يا أخت العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني، كلوا أيها الأصحاب وأشربوا واسكروا أيها الأحباء. وبعدين العروس بترد عليه تقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأس امتلأ من الطل وقصصي من لدى الميل. فبتقول له قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، حبيبي
مد يده من القوة فأمنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابيع مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أكبر. طلبته فما وجدته، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدنا الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني حفظت الأسوار، رفع أزار عني. حلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بإني مريضة حبا. هنكمل المرة الجاية بس ربنا يديني نقدر نكمل لحد الجزء ده. بعد ما تغنى أو ذكر العريس المحاسن والحاجات الحلوة في العروس بعد ما رآها وإذ هي حسنة جدا، وبعد ما رآها وإذ هي كاملة في الصفات اللي هو أراد أن يخلعها عليها، ورآها وإذ عمله قد تم تماما تماما في هذه النفس البشرية من خلال الاستنارة الروحية ومن خلال إنها مكرسة ومقدسة فيه ومخصصة لي، إنها تستطيع أن تهضم الكلام أو تساعد على هضم الكلام الروحي، وأنها تستطيع أن تعطي وتغذي الآخرين، إنها بتنتصر في المعارك وأصبحت كالجنة لكنها الجنة مغلقة فيها ثمار، كل هذه الثمار بفعل الروح القدس. بعد ما رأى ده كله العروس تقول استيقظي ريح الشمال وتعالي ريح الجنوب، هب على جناتي فتفطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جناتي ليأكل ثمر النفيس. الآباء شافوا إن في، طبعا لما اتكلمت عن الروح القدس قبل كده قلت إن فيه علاقة ما بين كلمة الروح والريح، ما بين كلمة الروح والريح. لما اتكلمت على الروح القدس في المحاضرات اللي اتكلمت فيها عن الروح القدس، فكلمة الروح، الريح هنا أو الروح يعني معناها فعل الروح القدس في حياتنا. لكن بعض الآباء شافوا أن المقصود بيها أن ريح الشمال وريح الجنوب، قال كده أن هي ريح الشمال بتشير إلى الخطية، عشان تملي أنا اتكلمت برضه لما اتكلمت على لاهوت المسيح ولما يجوا في مجيئه الثاني ومع الملك القديسين، فيقول الذين على الشمال اذهبوا عني لا أعرفكم، والذين على اليمين يقول لهم تعالوا إلى من برك يا أبي. فالشمال بيشير إلى الخطية أو بيشير إلى الحاجة اللي مش كويسة، اليمين بيشير إلى القديسين أو المبررين. فبتقول تعالي تعالي يا ريح الشمال، استيقظي يا ريح الشمال وهب يا ريح الجنوب، معناها عندما تأتي التجارب تشير إلى الخطية اللي هي ريح الشمال وريح الجنوب. الآباء أو بعض الآباء شاف إن هي بتشير إلى البر الذاتي، فالاثنين ضربات بتضرب بها النفس أو يضرب بها الإنسان، ودول أكتر حاجة بيحارب بيهم الإنسان بعد ما يخرج من جوم المعمودية، بعد ما يعني يعيش كده في البر مع المسيح، يبص يلاقي كده الشيطان عايز يضربه، عايز يرجعه مرة تانية للبداية اللي هو ان هو يبعد عن ربنا، فروح ضربه بالخطية، يحاول يحاربه بالخطية، إذا قدر عليه قدر، ما قدرش يروح ضربه بالبر الذاتي. تعال يا ريح الشمال وهب يا ريح الجنوب. إذا حاب يضربه بالضربات ضربات الخطية وما قدرش يروح يضربه بالبر الذاتي، يقول أنت قديس ومبرر وبقيت يعني في زيك. وإحنا بنشوف الأيام دي كتير قوي قوي قوي، ناس كتير يطلع كده أنا قديس أنا مبرر أنا مغسول أنا، يا عم اهدى بس شوية. الموضوع مش كده، الموضوع داري على شمعتك تقيد. الروح القدس روح الوديع الهادي، الشيطان عايز يسرق إكليلك، عايز يضيع حياتك. عشان كده بيقول تهب على جنتي فتكتر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل من ثمره النفيس. إن لم يستطع ريح الشمال اللي هي الخطية ولا البر الذاتي أن يفضل على الإنسان، ستكون هذه جنة، وزي ما احنا شفنا كده
في المرة اللي فاتت إنها أعطت ثمار اللي هي ثمار الروح القدس، اللي كلامنا عنها ثمار التسع بتاع الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أمان، لطف، صلاح، وداع، تعفف، صلاح، إيمان. ثمار الروح القدس دي الثمار تثمر في الإنسان. إن لم تثمر هذه الثمار يطلع الجسد بقى بكل الحاجات بتاعته اللي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، اللي هي أعمال الجسد. فالإنسان إذا انتصر هيبتدي بقى يدخل في المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعديها إيه؟ المسيح هيجي هيشوف هيدخل في حياتك وخلاص. أنت هتتناول بعد كده، هتتناول قد دخلت جناتي يا أخت العروس. دخل المسيح في حياتك، اتناولت وأخذت من التناول. عشان كده بيتكلم على الأصحاح دوًا وفيه وليمة، في أكل وفي شرب، اللي هو التناول زي بعد المعمودية، الروح القدس والتناول. لكن حقيقة النفس البشرية كان يعني في حاجات مش كويسة حصلت في حياتها بعد كده، انحرفت شوية عن الهدف، أو بعض النفوس، مش كل النفوس، تبتدي تنحرف عن الهدف. فعشان كده الأصحاح ده من الأصحاحات المهمة جدا لحياتنا الروحية، هيصلح حاجات كتير في حياتنا وعلاقتنا مع ربنا عشان تبقى علاقتنا حلوة، علاقتنا تبقى علاقة سوية. قد دخلت جنتي يا أخت العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت لبني خمري مع لبني، كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباب. أنا شايف في هذه العبارة هي وليمة، وليمة الإفخارستية، وليمة التناول من جسد الرب ودمه. قطفت مري مع طيبي، المر والطيب، خد بالكم هنا، مر والطيب. المر طبعا الألام، والطيب اللي هو البخور أو الحاجة العطرة، الصليب والبخور. وده احنا شفناها قبل كده في الأصحاح 4 لما بيتكلم على إلى جبل المر وإلى تل اللبان، إلى جبل المر وإلى تل اللبان في أصحاح في أصحاح 4 وفي أصحاح كمان 3 وفي أصحاح 2 بيتكلم تملك كده المر ومعاها اللبان، المر ومعاها اللبان، الآلام ومعاها الصلاة. فيه آلام، فيه صليب، لكن مع الصليب فيه تحمل الصليب، وإن احنا بنشكر المسيح وبنشكر العروس، تشكر العريس لأن هو ما بيسيبهاش. ففي العلاقه ممتده، العلاقه موجوده. عشان كده اكتر حاجه احنا كمسيحيين يعني بنفتخر بيها اللي هو الصليب. قطفت مري مع طيبي، المر زي ما احنا قبل كده بيشير الى المراره والصليب، والطيبي اللي هو الرائحه الحلوه، العطور الكويسه، وطبعا دي رائحه المسيح الزكيه اللي في حياتنا. اكلت شهدي مع عسلي، الشهد والعسل اكل على طول يبقى بنطرح على التناول. والشاهد اللي هو الحاجة الحلوة، الحاجة اللي لا تعادلها شيء، يعني حاجة مفرحة للنفس. طبعا الإنسان لما بيتحد بالمسيح ونتناول، هو ده الشاهد والعسل، ده هو ده أحسن حاجة في حياة الإنسان. الإنسان بيأكل جسد الرب ودمه، يأكل جسد الرب ودمه. وبعدين شربت خمري مع لبني، طبعا واضح طبعا هنا أكل، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني، التناول من جسد الرب وبعدين الشرب من دمه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. الوليمة السماوية دي، الوليمة السماوية دي، إذا كان هو قال أنا أكلت وشربت، هو عايز يفرحنا ان اللي تمام المسيح على الصليب هو كان كده. والمسيح جه مات على الصليب، هو ده كان يوم اللذة والفرح بتاعه، ان هو اعطانا جسده. عشان كده الحقيقة لما نيجي في العبارات بتاعت الافخارستية، التعبيرات اللي هي استخدمها المسيح وهو بيتكلم مع التلاميذ وبيديهم جسده، او بيكسر الخبز ويعطيهم،
ويأخذ الكأس ويسقيهم. قال لهم كده، طبعا ده موجودة في الأربع أصحاح، في الأربع أناجيل، لكن إنجيل يوحنا بتوسع فيه أكثر، بس إنجيل يوحنا ذكرها في أصحاح 6. في على طول قبل قبل الصليب في ليلة الخميس، خميس العهد، لما المسيح غسل أرجل التلاميذ، وبعدين بعد غسل أرجل التلاميذ صنع الفصح، وبعد ما صنع الفصح صنع التناول أول يوم الإفخارستية. فنقدر نربطهم، أكلت شاهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني، اللي هو إذا كان دي بتشير إلى الصليب أو تشير إلى الفصح، يعني الفصح والصليب هم واحد، المسيح طبعا فصحنا الذي ذبح لأجلنا. فبيقول في على سبيل المثال، انا هقرا بس حاجه حته بس صغيره عشان نقدر نفهم الجزئيه دي. وفيما هم ياكلون، ده في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 14 على 22. وفيما هم ياكلون اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جليدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. هذا أخذت أكلت خبزي، أكلت أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. إذا كان ده هو بتشير إلى الإفخارستية او بتشير الى المسيح اللي هو متالم على الصليب، هي بتشير ان احنا كمان ان احنا المسيح واخد طبيعتنا، واحنا بنتحد بالمسيح من خلال التناول من جسد المسيح، ومن خلال الاتحاد بدم المسيح بجسده ودمه. ده في انجيل معلمنا مرقس. في انجيل معلمنا متى، وفي انجيل معلمنا لوقا كمان، هذكر لكم برضو جزئيه كده حته صغيره عشان بس تبقى الامور تبتدي توضح قدام عينينا. انجيل معلمنا لوقا متى اصحاح 26 على 26. وفيما هم ياكلون اخذ الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. واخذ الكاس وشكر واعطاهم قال: اشربوا منها كلكم، لان هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا. واقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جليلا في ملكوت ابي. ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. تقريبا نفس الصيغه ونفس الكلمات اللي هي موجوده في انجيل معلمنا مرقس. في انجيل معلمنا لوقا برضه بيذكر عن التناول من جسد ودمه، اللي هو لما اخذ خبز واخذ الكاس. ونقرا عنها في انجيل معلمنا لوقا أصحاح 22 ومن عدد 14. ولما كانت الساعة اتكى والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم أني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم أني لا أشرب من تاج الكرمة حتى ياتي ملكوت الله. واخذ خبزا وشكر، طبعا الكاس الاولانيه كانت الكاس بتاعه الفصح. بعد كده بعد ما تمم الفصح اللي هو رمز للتناول من جسد الرب ودمه، طبعا انتوا عارفين العهد القديم كله هو رموز للعهد الجديد، اللي هو زي ما قال مع الكتاب المقدس في كولوسي 2:16: لا يحكم عليكم احد من جهه اكل او شرب او من جهه سبت او عيد او هلال، التي هي ظل للامور العتيده، اما الجسد للمسيح. فهذه ظلال للعهد الجديد، العهد الجديد اللي هي الحقيقه المعلنه في العهد الجديد. فبيقول كده
وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوه اصنعوا هذا للذكر. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يشرب عنكم. فهنا جسد الذي يبذل عنكم ودمي الذي يسفك عنكم. جسد مسفوخ عننا والدم جسد مبذول عننا ودم مبذول عننا. هي دي التناول، هي دي شركة التناول اللي احنا بنتناول فيها من جسد الرب ودمه. طبعا واقع قوي في انجيل معلمنا يوحنا صح 6 لما بيقول لهم كده جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. انا هقراها وهرجع عشان اوضح بقية المعاني الموجودة في اصحاح 5 في سفر النشيد الاناشيد. الحقيقة من احسن وامتع اسفار هو سفر النشيد الاناشيد، هو سفر بيلخص رحلة الخلاص التي اعدها الله للانسان منذ خلق الله الانسان على صورته ومثاله، وسقوط الانسان ومجيء المسيح واخذ طبيعتنا وموت المسيح من اجلنا وقيامة المسيح من بين الاموات وتمتعنا بالقيامة من خلال المعمودية من خلال اتحادنا سكن الروح القدس فينا كأصبحنا هيكل للروح القدس وثمر الثمر في حياتنا اللي هو ثمر عمل الروح القدس فينا واتحادنا بالمسيح من خلال الإفخارستية في التناول. وبعد كده هنكمل بقية رحلة الخلاص الحلوة اللي موجودة في هذا السفر. فإنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 6 بيتكلم هيبقى أكتر تفصيل على التناول من جسد الرب ودمه. بيقول الكتاب في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 6 وانا هقرا الحقيقه اعداد يعني احاول اخليها متصله ببعضيها عشان يبقى المعنى واضح قوي. اصحاح 6 من عدد 47 الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياه ابديه انا هو خبز الحياه اباكم اكل المن في البريه وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسد الذي أبذله من أجل حياة العالم. الخبز الذي أنا أعطي لو أخذ خبز وكسر وقال لهم خذ وكله هذا هو جسدي، هو ده كده هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. وبعدين تخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل. زي ما بعض الوقت برضه بيحاول يشكك في التناول لك ده مش جسد ودم. نفس الفكر نفس فكر اليهود الناس بتحاول تعمله دلوقتي وتحت اي دعوه وتحت اي وبيتناسوا كلام الكتاب المقدس. تعال نشوف بيقول المسيح قال لهم ايه. هقراها تاني على 52 فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسد لناكل. فقال لهم يسوع الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيكم. اللي مش هيتناول ملوش حياه. ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياه فيكم. اللي بيتذمر ان هو مش تناول ان هو مش جسد ودم ده كلام المسيح مش كلامي. مش كلام الكنيسة القبطية ولا كلام الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم ولا كلام الكنائس التقليدية اللي هي يعني بتتبع التقليد المقدس المسلم من الرسل. لا ده مش كلامنا، ده كلام الإنجيل حبيبي. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو أحد. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل أباكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا الأبد. قال هذا في المجمع ويعلم في كفر نحوم. قال هذا في المجمع ويعلم في كفر نحوم. ده أكثر من كده مش بس اليهود ده التلاميذ كمان أعصره. فقال كسلوك من تلاميذه استمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه
فعلم يسوع في نفسه ان تلاميذه تذمرون عليه على هذا، فقال لهم: اهذا يعصركم؟ فان رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا، الروح الذي يحيي، لما تشوفوني صاعد للسماء هو ده الروح يحيي، هيجي الروح القدس وهيحيي فيكم هذه الافكار وهيديكم الحياه الابديه، ومن خلال فعل الروح القدس في هذا الخبز وهذا الخمر هتناول الحياه الابديه. اما الجسد فلا يفيد شيء، لذلك الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه، ولكنكم قوم لا يؤمنون، لان يسوع من بدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. فقال: لهذا قلت لكم انه لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يعط من ابي. من هذا الوقت رجع كثير من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع الاثنى عشر: علكم انتم ايضا ترجون ان تمضوا؟ فجابه سمعان بطرس: يا رب، الى من نذهب؟ كلام الحياه الابديه عندك، ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي. اجابهم يسوع: ليس اني انا اخترتكم اثنى عشر واحد منكم شيطان، قال هذا عن يهوذا سمعان الاسخريوطي، ان هذا كان مزموعا ان اسلمه هو واحد من الاثنى عشر. المقصود بالكلام ده ايه؟ المقصود بيه ان بيتكلم على تناول حقيقي من جسد من جسد ودم حقيقي. من ياكل جسده ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. نرجع لسفر النشيد. قد دخلت جنتي. يا اخت العروس. داخل هتشوفي بقى. قطفت مري مع طيبي، المر والطيب اللي هو الصليب. اكلت شهدي مع عسلي. الشهد والعسل طبعا في منتهى الحلاوه ومنتهى الجمال يعني. خمري مع لبني، الخمر واللبن، الخمر اذا كان للبالغين واللبن طبعا للاطفال. اذا كان الشهد هو طعمه حلو والعسل طبعا للتغذيه. انا قلت لكم ان هو ده سفر الرمز، من خلال هذه الرموز بيوصل لنا الفكره، فالفكره اظن وصلت. وهنشوف كده في حياه المسيح. يمكن حد يقول لك طب المسيح ما تناولش واحد لقاء، المسيح لما اخذ خبز وادى التلاميذ، التلاميذ هم اللي تناولوا، هو ما تناولش. قال لهم: الى ان اكل معكم جديدا في ملكوت ابي. طيب المسيح هل حصل فيه حاجه زي كده؟ هنشوف على الصليب ايه اللي حصل. الحقيقه في انجيل معلمنا مرقس، انا مش هذكر كل الاناجيل الحقيقه، لكن بس هذكر بس حته صغيره. طبعا قال كده: دخلت جنتي يا اخت العروس، قطفت مري مع طيب، المر اللي هو الصليب طبعا او الالام، مع طيبي. هنشوف كده في انجيل معلمنا مرقس اصح 15. فمضوا به وعلى 16، فمضوا به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الولايه، وجمعوا كل الكتيبه والبسوه رجوانا، ودخلوا اكليل من شوك وضعوه عليه، وابتدوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربون على راسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جالسين على ركبه. وعندما استهزأوا به نزعوا عنه الارجوان والبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه اللي هو المر. فسخروا رجلا مجتازا كان اتيا من حقل وهو سمعان القيرواني، ابو الكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به الى موضع جلجسة الذي تفسيره موضع جمجمه، واعطوه، خدوا بالكم هنا، اعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب فلم يقبل. خمر ممزوج بمر، هنا ايه؟ قطفت مر مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. الالام، الام الصليب، الام الصليب، ذاق المرض، واعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب فلم يقبل. ولما صلبوه اغتسموا ثيابهم مقترين عليه، وبيكمل بقيه احداث الصليب. فأحداث الصليب كلها واضحة قوي 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 في سر الإفخارستية. في الإفخارستية هي ذبيحة، بس ذبيحة الصليب، ذبيحة بتقدم على الجسد والدم اللي هو الخبز والخمر، على طقس ملكي صادق أو على نظام ذبيحة ملكي صادق، اللي هي كان تقدمته قربان وخمر. والخمر مش مخصوص على الخمر مسكر. انا اتكلمت عن الموضوع، مش كل مره هرجع اتكلم على نفس الكلام، اللي عايز يستزيد يرجع الحقيقه للحلقه الثانيه والاولى والثانيه في سفر النشيد، الحلقه اللي قبل كده. مقصود بيها ان
الشيء المختمر، الشيء المختمر هنا المقصود بها شيء مختمر، شيء كويس، شيء حاجه كويسه يعني، مختمره بالبكتيريا، بكتيريا التخمر. والحقيقه بكتيريا التخمر دي موجوده في امعاء كل واحد فينا، لكن حد يفتكر ان الحكايه صعبه. هقول لكم ازاي. بكتيريا التخمر دي بتعمل في بسموها بكتيريا لا هوائيه، تشتغل في معزل عن الهواء وفي معزل عن الضوء، يعني ما يكونش فيه ضوء، ودي موجوده في الامعاء الدقيقه في الانسان. ولو حصل مثلا انسان جاله اسهال وما خدش او ما جاتلوش بكتيريا مره ثانيه، هيستمر الاسهال عنده على طول. عشان كده البكتيريا دي موجوده في جسم الانسان، وهي بكتيريا نافعه. هي نفس البكتيريا دي اللي بناكلها في العيش، العيش اللي هو العيش المختمر اللي هو معموله بخميره، ده موجود فيه هذه البكتيريا، بكتيريا التخمر. وطبعا دي بتتحول بعد كده انها الانسان بياخد فيتامين ب مركب حاجه. انا مش هدخل في حاجه علميه، لكن بس ده حبيت بس اوضح الجزئيه. فلو اقصد بيها هنا خمر يعني، ما اقصد ان هو بيشرب خمر، لكن المقصود بيها هنا حاجه مختمره من خلال هذه البكتيريا. ما هياش خمر تزهي بالراس وتزهي بالعقل، لكن المقصود بيها هنا زي ما قلت لكم، هنا زي ما وضحنا في البدايه ان هي التناول من جسد الرب ودمه. ارجع مره ثانيه اقول لكم على حاجه مهمه في الكنيسه عندنا، الكنيسه الارثوذكسيه. لما الخميره بتشير على فكره الى الخطيه كمان، بتشير الى الشر. الخمير بيشير الى الخطيه، يعني حتى البكتيريا دي لما كان في يوم في اسبوع البصخة او اسبوع العبور، في طبعا اليهود ما بياكلوش عيش مختمر، عيش عليه هذه الخميره، بياكلوا عيش غير مختمر، لان المسيح قال لهم كده في العهد القديم، قال لهم ما ياكلوش في هذا في ايام الفطير، سموها ايام الفطير، ياكلوا فطير اللي هي ما فيهاش خميره. والخميره دي بتشير الى الخطيه، عشان يقول لهم يعني نقوا من داخلكم الخطيه. لكن عندنا الكنيسه لما بنيجي نعمل قربان بنحط فيه خميره. طب ليه بنحط خميره؟ تحط خميره انها بتشير الى الخطيه، ان المسيح حمل خطايانا. المسيح عندما مات على الصليب، ارجع تاني، قطفت مري مع طيبي اللي هو الصليب، عندما المسيح حمل خطايانا على الصليب، ها زي كده الخميره اللي هي موجوده في الخبز. ونرجع بعد كده المسيح الخبز ده، الاب الكاهن بياخد الخبز وبعدين بيصلي عليه طبعا في القداس الالهي، وبيكسر الخبز ويقول لك خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين، اصنعوا هذا لذكري. وبعدين ياخذ او اصنعوا هذا لاحضار، يعني انا وضحت العباره دي قبل كده. وبعدين ياخذ الدم وياخذ عصير العنب، وبعدين يقول لهم كده خذوا اشربوا هذا هو دمي المسفوخ من اجلكم. هنا عايز اربط ما بين حاجتين مهمين، ما بين الصليب، ذبيحه الصليب، وما بين الافخارستيه. دخلت جنتي يا اخت العروس، قطفت مري مع طيبي، المر والطيب الصليب. اكلت شهدي مع عسلي، الشهد والعسل، مش كده؟ وبعدين شربت خمري مع لبني. دي كلها الامور الروحيه والامور الحلوه في حياه كل واحد فينا. كلوا ايها الاصحاب، اشربوا واسكروا ايها الاحباء، كلوا خذوا كلوا هذا هو الجسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين. نفس التعبيرات، صدقوا نفس التعبيرات اللي استخدمها المسيح، خذوا كل هذا هو الجسدي اللي انا ذكرتها من شويه، اللي قراتها لكم من شويه في انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل معلمنا يوحنا وكورنثوس الاولى، لما القديس بولس الرسول قال كنا تسلمتم رب ما سلمتكم اياه، ان رب في الليله التي اسلم فيها ذاته اخذ خبزا. هقرا لكم عشان بس اختم بها الجزء دي عشان نقدر ننتقل للجزء اللي بعديها. كورنثوس الاولى اصح 11 ومن عدد 22، لان تسلمتم من الرب ما سلمتكم ايضا، ان الرب يسوع في الليله التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر وكسر وقال خذوا كلوا
هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه هي الكأس، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. الأكل نخبر بموت الرب، عشان كده في الترنيمة بموتك يا رب نبشر بقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات. آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. بالظبط نفس التعبيرات بتاعت الإنجيل هنا، نخبر بموت الرب إلى أن يجيء. هو دي الموت، طبخت مر نعطيل وبعد كده التناول. طب وبعدين؟ كلوا أيها الأصحاب، خذوا كلوا، هذا هو جسدي المسروق لأجلكم، اسكروا أيها الأحباء. طيب إزاي ده كل اللي عمله المسيح؟ وإزاي ده كل اللي عمله مع النفس البشرية؟ إن ارتكن الإنسان وما استجابش لفعل الروح القدس هيحصل له إن هو ينام. نوم، أشكالش كده النفس البشرية حصل لها نوم ارتخى، بدل ما هي تقوم عشان تتمتع بهذا الحب الذي أعطاه لها المسيح، حصل لها دلوقتي هي أنا نائمة وقلب مسترقص. نائمة بس يعني مش يعني ما وقعتش في الخطية، ما سقطتش في الخطية. أنا نائمة وقلب مسترقص، أنا يعني صحيح ما بشتغلش، ما بعملش، ما بعملش حاجة وحشة، وأنا في الوقت ما بعملش حاجة حلوة. أنا نائمة وقلب مستيقظ. الحقيقة دي فترة أو حاجة مهمة بتعدي في حياة كل واحد فينا، بيسموها الآباء فترة الفطور الروحي. فطور روحي، الإنسان فاتر كده، لا هو بيعمل حاجة كويسة ولا هو حارف الروح، ولا هو سخن في الحياة الروحية، لكن فطور. الفطور الحقيقة، وده بيصير اغلب الناس على فكره، لا هو عايز يصلي، ولا هو عايز يقرا في الانجيل، ولا هو عايز يسمع كلمه ربنا، ولا حتى لما يروح القداس يروح بدري عشان يسمع، لا بيروح تملي كده متاخر، وكانه مثلا هو بس الوحيد اللي هو لازم يروح متاخر. ويروح سادد ودانه وشيطان كبس عليه على انفاسه بالنعس ونعسان ومش عايز يسمع. دي بيسموها الاباء فطور الروح، انا نائمه وقلب مستيقظ. صحيح قلبه مستيقظ يعني واخد باله من نفسه، يعني مش ما بيقعش في الخطيه، لكن في فطور روحي. هذا الفطور الروحي الحقيقه بيقول عنه الاباء، انا هقدم العلاج للفطور الروحي عشان بس ما يدخلش في جزئيه وما نوفهاش. زي ما تعودت معاكم انا بذكر الحاجة وبذكر الحل ليها ايه، الحل ليها ايه. في الحقيقة في كتاب مهم قوي، كتاب ده من القرن الرابع، اسمه مناظرات يوحنا كاسيان مع مشاهير اباء البرية، كان ترجمه قدس ابونا تدرس يعود ملت، ربنا يعود تعالوا خير. الكتاب ده في فصل منه بيتكلم على الفطور الروحي، فصل مني بيتكلم على الفطور الروحي. يوحنا كاسيان ده كان راح زار مصر، وكان معاه واحد تاني اسمه جرمانوس، ولما زاروا مصر الحقيقه تجولوا في ما بين الاديره عشان يسالوا الاباء الرهبان في امور روحيه، وسجلوا هذه الامور وانتقلت لنا من خلال كتابات هؤلاء الاباء. صحيح الاباء الرهبان المفروض انهم في الادوار بتاعتهم بيتشربوا المنهج الرهباني من اباء اعترافهم من الناس الابيين، لكن هذا الفصل فصل الفطور الروحي بيتكلم على الفطور الروحي واسباب الفطور الروحي. فبيتكلم على
ابونا حاطط ملخص في الاخر للفصل الفطور الروحي، انا هقرا الملخص لان الكلام كتير عشان نقدر نكمل بقيه الاصحاح. انا نائمه وبعدين قلب مستيقظ، يعني الانسان يعني واخد باله شويه، يعني ما بيقعش في الخطيه لكن ما بيعملش عمل كويس. فبيقول: تمر بالمؤمن فترات فطور يشعر فيها بالعجز عن الحديث اللي هو النوم مع الله، او الشعور بحب او تجاور معه. وعلاج الفطور يستلزم التعرف على نوع الفطور، فبيتكلم على ثلاث انواع للفطور الروحي. النوع الاول فطور سبب الاهمال والتراخي من جانبنا، كان يتراخى الانسان في صلاه الاجبيه وشيئا فشيئا، ولا يدرك الانسان الا بعد فتره زمنيه اذا جد نفسه لا يصلي بها. يعني مره بيصلي مره ما يصليش، مره بعد ما كان بيصلي سبع صلوات يصلي ثلاث صلوات، بعد كده مصلوتين، بعد كده صلوه واحده، بعد كده صلوه بدل ما بيصلي كان مزمور يكتفي بالانجيل والقطع وبعدين بالقطع وحديها، ويبتدي يتدرج الانسان لحد ما يفقد الصلاه. الصلاه الاجبيه هي الحد الادنى للصلاه. الكنيسه حاطت لنا الصلاه الاجبيه دي كلها من الانجيل على فكره. الناس اللي يقول لك احنا ما نصليش بيها، ده كلام الانجيل، ده كلام الروح القدس. صلاه مزامير وقطع من الانجيل وبعد كده صلوات على مناسبه الساعه. فدي كلها صلوات من الكتاب المقدس، احنا بنخاطب الروح القدس او بنخاطب الله بما ستره هو الله نفسه بروح القدوس. ولا يدرك الانسان الا بعد فتره زمنيه اذا يجد نفسه لا يصلي بها، وان حاول ذلك يستثقلها ويجدها كروتين ممل جاف غير شاعر بحلاوه المزامير وقوتها. ما نقوله عن المزامير يحدث بالنسبه للتامل والدراسه في الكتاب المقدس او الصوم او التمتع بالشركه في القداس لله، الكلام اللي قلته من شويه. ويحدث بصوره عكسيه بالنسبه للرذائل، فان يعني بالنسبه طبعا الحاجات الوحشه الشريره. فان التهاون مهما صغر بصدماته يسقط الانسان في دوامه الخطيه، ويجعل الانسان متحسرا على ما فقده من حياه العفه او نقاوه القلب. يعني بدل ما الانسان كان بيصلي يبتدي يفقد هذه الصلوات، وبعدين يبتدي يتدرج في الخطيه والشر واحده واحده واحده، لقى نفسه بعد، والحاجات اللي هو كان بيدين الناس عليها الناس بيعملوها هو بيعملها ويعمل اصعب منها. ده النوع الاول هو الفتور بسبب اهمالنا او بسبب تراخينا. النوع الثاني سبب الفتور سبب حرب الشيطان. وهنا يلزم ان يكون لنا روح التمييز، نعرف ما هو منا وما هو حرب من عدو الخير. تقدر تعرف اذا كان الفتور ده بسبب منك او بسبب الشيطان. لو انت ما بتصليش وانت فقدت كل وسائط النعمه دي، وسائط الخلاص اللي ربنا اداها لك عن طريق الكنيسه وتتمتع بيها، وانت مش عايز تعملها، اعرف تماما ان الفتور بسبب منك. يعني كنت بتمارس كل هذه الامور وجاد في حياتك الروحيه وحياتك الروحيه قويه وحصل ليك فتور، اعرف كده يبقى ده حرب من الشيطان. وما هو حرب من العدو عشان نقدر نعرف ما هي دي حرب العدو ولا هي باهمال مننا. لان كثيرا ما يبث العدو افكارا نجسه للغايه وافكار تجديف، واحيانا في اقدس لحظات الصلاه. ده اكتر من كده، ده ممكن انت تكون داخل تتناول يجيب لك فكر شرير وحش، واول ما تتقدم على التناول يروح يدينك على انك انت ليه فكرت هذا الفكر الشرير. فلازم يكون عندك افراز وتمييز تعرف الفكر كويس. وبعد ذلك يسقط الانسان في الياس، قال لنفسه كيف افكر هذا مع انه في الحقيقه هو يكرهها ويمقتها ولا يريد ان يقبلها قط. ده الانسان طبعا. دي النوع الثاني اللي هو حرب من الشيطان. النوع الثالث فطور بسماح من الله. الله قد يسمح بالفطور لنا ويديه فايدتنا، وذلك لاحد امرين حاجتين. الحاجه الاولانيه بالنسبه للمتكئين على برهم الذاتي اللي هي احنا قلنا عليها هنا ريح الجنوب، ريح الشمال ده الخطيه اللي هو زي ما احنا قلنا كده يبقى حرب من الشيطان. ريح الجنوب اللي هي في اخر اصحاح اربعه، سيتزي ريح الشمال وتعالي ريح الجنوب. فهنا البر الذات اللي هي ريح الجنوب، ان الله بيسمح للناس المتكل على بره الذاتي ان يتعلموا بان غيرتهم الاولى ونقوتهم السابقه ليست منهم انما بفضل عنايه الله ونعمتهم منه. البعض يفتكر ان هو بتقواه وقوته وبيه كويس. لا، لازم تعرف هنا ان الله كان حافظك والله رعيك، دي بنعمه من الله زي ما راى، هي جميله جدا.
ما هياش حاجه كويسه منك ولا برك الذاتي. البر الذاتي يعني حاسس ان هو بار من جوه، من جوه نفسه، مش يعني البر ده ما هواش حد الدهور يعني. دي السبب اللي هو بسمحنا الله، ورقم واحد اللي هو الله بيسمح للانسان اللي متكل على البر الذاتي. وطبعا الحاجه دي حصلت مع ابونا ايوب، مع ايوب البار، انه كان عنده بر ذاتي فسمح الله بالتجارب اللي جت عليه. الحاجه الثانيه، السبب الثاني، ان الله بيسمح بالفتور بالنسبه للمترافين والمستهترين تحت ستار حب الله ونعمته. الله محب، الله بيحبك، يبتدي الانسان يمر بالفتور الروحي، لا قادر يصلي بينه وبين نفسه، ولا قادر يصوم، ولا قادر يقرا في الانجيل، ولا بيتامل، ولا حياته حلوه زي الاول، ويقعد بينه وبين نفسه يلاقي نفسه اجوف يعني، خالي من كل الفضائل الحلوه دي. عشان كده تحت بالنسبه للمتراخين والمستهترين تحت ستار حب الله ونعمته، هؤلاء يسمح الله لهم بالتخلي عنهم ويتركهم الى حين يتعلموا حياه الجهاد والمثابره في فترات الفتور. عشان كده بيسمح الله لينا بالفتور في ثلاث حاجات زي ما احنا قلنا: سبب الاهمال مننا، سواء عدو الخير الشيطان حروب لينا، او بسمح من الله ودول لان هم المستهترين والمتكاسلين، او للانسان اللي هو عنده بر ذاتي. دي كلها امور ذكرها الاباء اللي هي في الفتور الروح، اللي هي انا نائمه وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان راسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. عمال يقول لنفسي قومي افتحي لي، انا عايز ادخل معاك، عايز اتعشى معاك، عايز ارجعها زي ما كنت الاول. الانسان ولا هو هنا بيدخل فيه، مش بس فتور، بيدخل فيه حاجه اسمها برود روحي، برود روح مجمد. البعض بيقول لي كده انا حاسس ان اكون تلج، روح تلج، مش ما فيش اي استجابه لا كلام مأثر فيا ولا اي حاجه مأثره فيا. هو ده الفتور الروحي. عشان كده بتقول له صوت حبيبي قارع، عمال يقع، عمال يخبط، اسمح لك بالدخول في الفتور عشان تصحى وتقوم، عشان تقوم مره ثانيه. افتحي لي يا اختي، انا واخد جسدكم، انا اخوكم، انا سميت بالجسد بتاعكم ده، ما الموضوع ما هواش صعب. افتح لي يا اختي يا حبيبتي، حبانا على الصليب، يا حمامتي يلي الروح القدس ساكن فيكم، يا كاملتي، يا كامل، ان المسيح اعطاك كل الكمال البر اللي بتاعه مطبوع فيك. وبعدين لان راسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، واقف عمال. طبعا الطل الطل وندى الليل، الانسان اللي هو لما يصحى بدري كده في الفجريه كده، ولو هو خارج، خاصه مثلا اللي عايشين في الصحراء، احنا لما كنا مثلا واحد والواحد رايح التسبحه او بعد ما نخلص تسبحه وهو في الصحراء كده، ممكن يلاقي الشعر بتاعه زي ما يكون شائد مبلول يعني كده من الندى بتاع الليل. هو ده، ان طول الليل عمال يثرى على قلب الانسان، هو نايم، انا نائمه، فالنوم طبعا بيحصل بالليل. طوال فتره الفتور الروحي المسيح عمال يثرى على الباب، طوال فتره الفتور الروحي عمال يخبط عشان نصحى وعشان نقوم. افتح لي يا اختي يا حبيبتي، افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، أربع صفات بيصف بيها النفس البشرية عشان تقوم وعشان تفتح، عشان تصحى وتستيقظ من الفتور الروحي اللي هي دخلت، هي سمحت لنفسها انها تدخل فيه بإرادتها. لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. طيب والنتيجة إيه؟ الإنسان ابتدى يذكر أعذار. قد خلعت ثوبي فكيف البسه؟ قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما؟ بدل ما الانسان يستجيب لنداء وقرع الروح القدس وقرع المسيح على 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 باب كل واحد فينا، الانسان يجيب لنفسه اعذار.
اصل ابونا مش عارف يعمل ايه في الكنيسه، اصل الشماس الفلاني مش عارف حصل منه ايه، اصل الاخ العلاني حصل كذا، اصل مش عارف الاب الفلاني عمل مش عارف ايه، اصل مش، وعمال يجيب حاجات كلها ايه؟ اعذار لنفسه عشان يستمر في فتوره ويستمر في بروده ويستمر في سقوطه المتهاوي، عمال يتهاوى من درجه لدرجه لدرجه. دي كلها ليه؟ انه مش، هو مش عايز. الشيطان ضحك عليه، الشيطان مرماه في الارض وجاب وشه الارض وجاب وشه في التراب، هو مش عايز يقوم. عشان كده الليله دي او النهارده او اللي يسمع الحلقه دي بعد كده، هو قراءات الروح القدس وقراءات المسيح على 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 قلب كل واحد فينا عشان نستيقظ، عشان نصحى، عشان نقوم. اوعى تفتكر ان الموضوع بسهوله، لا، المسيح عايزك تقوم تاني، ترجع لرغبتك الاولى وترجع مره تانية زي ما كنت الاول مره تانيه. هي وليمه اعدها لك المسيح، وليمه الافخارستيه، لازم تتقدم ليها وانت جاهز من جواك ومستعد من جوه. عشان كده قال كده عن نفسه المسيح، يفتح يده ويشبع كل حي رضا من هنا. هو اللي بيفتح بيشبعنا. طب تعال اشبع، ابوك السماوي والهك يقدر يشبعك، يقدر يديك كل اللي انت عايزه. طب انت محتاج ايه اكتر من كده؟ انت محتاج ايه اكتر من كده؟ قوم قوم اتمتع بالهك، قوم زي ما النوطية في سفر يونان، يونان طبعا هاجت النو عليهم والبحر كان شديد عليهم وهم كادوا ان يغرقوا، فكل واحد فيهم قاعد يصرخ لالهه، فراحوا مصحين يونان، قوم قوم اصرخ لالهك عسى ان يفتكر الله فينا فلنغرق. قوم اصرخ لك، ما تنامش، ما هوش وقت النوم، صدقوني الوقت مش وقت النوم، الوقت قصير، الايام شريره، مين عارف فينا ايه اللي هيحصل بكره ويحصل بعد شويه ويحصل امتى؟ امتى هنقابل المسيح وامتى هنموت او امتى؟ ما حدش يعرف، صدقونا. عشان كده لنستيقظ، انها ساعه لنستيقظ، قد تناهى الليل وتقارب النهار، لنخلق اعمال الظلمه ونسلك ونلبس اسلحه النور ونسلك بلياقه كامله في النهار. اخلع عن اعمال الظلمه، اخلع اخلع الحاجات الوحشه، ومش تقول انا خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهم. مش عايز، مش عايز تفتح للمسيح، مش عايز تتكلم معاه، مش عايز تعمل حديث معاه، ليه؟ حياتك الابديه اهم من اي حاجه تانية، صدقوني. قوم قوم اصرخ ليه، قول يا رب انا ابنك، انا يا رب كنت غلطان، صحيح الفطور الروحي ده كان فتره وحشه في حياتي، لكن قوم قوم اصرخ، قوم ردد كلمات الكتاب المقدس، اللهم التفت الى معونتي، يا رب اسر واعني، يا رب اسر واعني، انا ابنك يا رب ما تسيبنيش. قوم اصرخ حتى ولو ما حسيتش ان فيه لذه. احيانا واقول لك انا بصلي بس مش حاسس بالصلاه بترتفع، لا، صلاتك مقبوله بترتفع، نعلم ان لنا الطلبات اللي طلبناها منه. انت بتصلي وبترفع صلوات ليك، هو مش ممكن هينسى هذه الصلوات، صدقوني. ده الـ 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 الانسان اللي بيصلي، لكن الانسان اللي نايم ده، انا نائم وقلبي مستيقظ، مستيقظ يعني ايه؟ انت ايه الاستيقاظ اللي في قلبك وانت نايم؟ ايه الاستيقاظ اللي في قلبك وانت نايم؟ ما انت ما بتكلمهوش، ما انت صحيح ما نزلتش الى المستوى انك انت تعمل الخطيه وتفعل الخطيه، لكن ما انت نايم، الانسان نايم نوم غير عادي. استيقظ وقم بين الاموات فيضيء لك المسيح. الموضوع مهم، صدقوني، الموضوع المهم، الموضوع محتاجين نستيقظ من النوم، نبص لحياتنا الابديه وخلاصنا الابدي، ان خلاصنا اقرب مما امنا، الخلاص قريب قريب قوي قوي قوي. تمتع بالوليمه السماويه، تمتع بالعرس اللي اعده لنا المسيح. المسيح قال كده، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى التوبه. قوم اصرخ، قوم قول يا رب انا مريت بحاله فتور روحي، بس مش عايز ادخل في حاله جفاف وحاله حاله حاله حالات برود روحي لا، انا الحق نفسك، قوم صلي،
ردد معاه، اصرخ ليه، اعمل كده زي ما كده، امسكته فلم ارخيه، زي ما حصل في قبل كده في مع المريمات في الاصحاح الثالث، اصحاح الثالث، فاكرين اصحاح الثالث نفس الحكايه، بس كان بالعكس شويه، قال كده ان اخوه في الليل على فراش طلبت من تحب ونفسي طلبت فما وجدته، ان اقوم اطوف في المدينه في الاسواق في الشوارع في اطلب من تحب ونفسي طلبت فما وجدته، وجدهم الحرس الطائف في المدينه فقلتم ارايتم من تحب ونفسي فما جوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب ونفسي فامسكته ولم ارخيه حتى ادخلته بيت ام حجرك من حبلت دي. امسك فيه، اصرخ، اصرخ الى الهك، اصرخ الى الهك، الروح القدس جواك، صلي، اصرخ، استجيب لقرعات الروح القدس جواك واصرخ اليه. الوقت قليل والوقت مقصر، اذكر من اين سقطت وتوب، اعمل اعمال الاولى زي ما قال المسيح في سفر المشيد، الا فان اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتوب. عند عليه قليل انك تسيب المراه ايزابيل تقول انها نبيه، عند عليك، المسيح عنده عليك حاجات كتير قوي، صدقوني الرسائل السبعه بتاعت المسيح اللي بعتها لملائكه الكنائس السبعه فيما عدا بس اللي هي الكنيسه المتالمه كنيسه سمنه، لكن كل كنيسه بيقول له عند عليك، عند عليك، انت في حاجه وحشه مش جواك، في حاجه وحشه جواك انت المفروض تتوب منها، في حاجه مش كويسه فيك انت المفروض ترجع تاني. عشان كده قال له كده لملاك الكنيسه افسس، فاذكر من اين سقطت وتوب واعمل الاعمال الاولى. اذكر سقطت من اين سقطت ازاي وتوب، اعمل اعمالك الاولى عشان يفرح بيك ويمتدحك زي ما كان بيمتدحك في الاصح الرابع زي ما احنا شفنا في الحلقتين اللي قبل كده. الاصح الرابع كله كلام جميل وكلام حلو وكلام رائع عن النفس البشريه. عشان كده اذكر من اين سقطت وتوب، وما تقولش انا نايمه قلب مستيقظ، لا هي كانت نايمه وقلبها مستيقظ، ولا هي مستيقظه ولا حاجه، ده كان ضميرها نايم وضميرها تعبان ويعني بالحلقه الصعبه قوي. عشان كده قوم واصرخ اليه، المسيح واقف على الباب بيقرا، والمسيح بيقول لك افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. مرات كثيره بيخاطبنا المسيح، مرات كثيره بيخاطبنا واحنا ما بنستجيبش ليه، مرات كثيره بيتكلم معانا واحنا مش عايزين نسمع، مرات كثيره يقول لنا ارجع مره ثانيه يا حمامتي، ده بيفكرنا بالروح القدس اللي فينا، استجيب لعمل الروح القدس. عشان كده اوعى تخضب الروح القدس، ولا اوعى تكون تجدف على الروح القدس ويتم عليك ليس لك مغفره لا في هذا الدهر ولا في الدهر الاتي. مقصود في الدهر الاتي لما يجي المسيح في المجيء الثاني الذين احيا والاموات ويعطي كل واحد كما يكون عمله. عشان كده كانت النفس دي عمال تقدم اعذار، تقول له ايه؟ قد خلعت ثوبي فكيف البسه؟ قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما؟ اعذار ما لهاش اي وجود في قاموس الحياه الروحيه. يعني انا مش قادر اقوم افتح المسيح، انا يعني ايه خلاص انا يعني. والسوق ده كان سوق البر، ده سوق النعمه اللي كان كسيك. المسيح احنا لما اعتمدنا، قد انتم الذين اعتمدتم قد للمسيح قد لبستم المسيح، ازاي تخلع سوق النعمه من حياتك وتقول قد خلعت ثوبه فكيف البسه؟ قوم البس ثوب البر والخلاص والرجاء، وقوم تاني اصرخ لالهك وما تنامش، الموضوع مش نوم صدقوني. قد تناهى الليل قد تقارب النهار، الايه دي صدقوني اثرت في القديس اغسطينوس، وبعد ما كان شديد بعيد عن المسيح وبعيد عن الله رجع اغسطينوس عندما سمع هذه الايه، قد تناهى الليل وتقارب النهار، انها الان ساعه لنستيقظ من النوم، قد تناهى الليل وتقارب النهار لنخلع اعمال الظلمه، مش تخلع سوب البر اللي في حياتك وتعيش في الخطيه. قد تناهى الليل وتقارب النهار لنخلع اعمال الظلمه، نسلك ونلبس اسلحه النور ونسلك بلياقه كما في النهار. الهنا الصالح حبيبنا الامين الذي جاء من السماء وفدانا واعطانا الوليمه السماويه التي
نتناولها كل أسبوع في الإفخارستية. هو أيضا يعطينا أن نقوم من الفتور الروحي ومن الغفلة الروحية. تناهى الليل وتقارب النهار، أذكر من أين سقطت وتوب وأعمل أعمال الأولى وإلا فإن أتيك عن قريب. مش عايز أكمل بيت الآية لأنها صعبة قوي، لكن نرجع ليه. وعندما ترجع زي الابن الضال قال كده، قبله فرحا وقال السماء تفرح بخاطر واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. عندما ترجع مرة تانية هيقبلك، لكن لو استمرت في عنادك هنشوف في بقية الأصحاح كان استمرار هذه النفس في عنادها لما رجعتش حصل لها إيه. أختتم الحقيقة بهذه الأقوال، هذه الأقوال، أقوال النعمة وأقوال الروح القدس المنسكبة من خلال كلمات النعمة وكلمات الإلهية في الكتاب المقدس. لإلهنا الصالح السويس القدوس كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان وظهر الظهور كلها، أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. أمين.